حسن اعتقل من مستشفى السلماني قسم طوارئ الأطفال بتاريخ 24 مارس 2011، كان آخر ليلة بذاك الوقت. لما اعتقلوا أخذوه إلى أول شيء استلموا القوات الخاصة لابسين أزرق ومدني، بعدين سلموا للقوات الخاصة برا ومنهم إلى الجيش في المشرحة، يعني تعرض إلى ضرب غير طبيعي منهم. بعدين نقلوا إلى مركز شرطة نعيم. من ذاك الوقت ظل تقريبا 3 أسابيع أو أسبوعين أو أكثر إنه ما في عن أخبار بالمرة، ما في اتصال. بس إحنا عرفنا يعني إنه هو في مركز نعيم، بس ما كان اتصل بالمرة إلا بعد فترة. بعدها في شهر خمسة جانا اتصال قبل بيوم من المحكمة العسكرية يخبرونا إنه راح تكون محاكمته بكرة، يعني ما في مجال إن حتى نرتب له حق محامي. وصج ودخل الجلسة الأولى، الجلسة الثانية تاريخ 12/5/2011 انحكم 3 سنوات بتهم 2 تجمهر، تجمهر بالدوار وتجمهر بالمسيرة الديوان وإغراض وكراهية النظام وفبركة صور وإشاعة أخبار كاذبة، تصوير مصابين مزيفين بمستشفى السلمانية. قدمنا رحنا لبسيوني نفس الشيء، بسيوني ما سوى شيء، يعني بس استمع للقصة ما دخل بالموضوع ولا شيء. وحسن يعتبر من الكادر الطبي، بس هو يعتبر كحالة خاصة من الكادر الطبي لأنه هو أول واحد انحكم من الكادر الطبي كامل، وانحكم وانحكم في يوم التمريض العالمي. ولأن حسن يعتبر أنه حالة خاصة مثل حسن وكان يونس عاشوري وأحمد المشتت، كلهم كانوا اعتقلوا بعيد عن الكادر الطبي، فكانت الأحكام أو تهمهم بعيدة عن مجموعة الكادر الطبي. ظل حسن بالسجن، بعد انتقل في شهر 7/2011 إلى سجن جو، وظل محكوم إلى اليوم في سجن جو. حاولنا إن إحنا نطلع مني منك نشوف إن في مخرج قانوني محكمة شيء. فالمحامي قدم رسالة إلى قاضي تنفيذ العقاب إنه على أساس إن التهم الرأي كلها سقطت عن المتهمين وعن المعتقلين بذاك الوقت. حسن ما طاحت عن التهم على أساس إنه هو كان محكوم، ما كان معتقل، فلم تسقط عنا التهم. فالرسالة هذه اللي قدمنا حق قاضي تنفيذ العقاب انرفضت. فما كان عندنا أي شيء ثاني إن إحنا نسوي أو نقدمه يعني إلى المحكمة نتعيد محاكمة أي شيء. المحامي رد فكر مرة ثانية، قال ليش ما نستأنف رفض قاضي تنفيذ العقاب، وقدم رسالة إنه هو يستأنف الرفض. فيعني استغربت لأن يعني عقب فترة طويلة قبلوا، قدموا للمحامي إن الطعن ما انقبل. لما قدمنا الاستئناف في قدمنا طعن على رفض قاضي العقاب إلى الرسالة المقدمة، فإنه انقبلت. فالجلسة الأولى حضر المحامي، أنا ما دريت عن هالجلسة الأولى. الجلسة الثانية كانت في 5/5، رحت المحكمة جابوا حسن المحامي. القاضي حكم إن في تاريخ 5/5/2013 تأجيل القضية ل 16/6/2013 للحكم، ويعطي المحامي فترة 10 أيام لتقديم مرافعة كتابية. فهني كله كان حلو، يعني كنا متفائلين جدا بالمحكمة. حسن نفسه كان جدا متفائل بالمحكمة. اليوم رحت المحكمة، لما رحت سألت الشرطي اسم حسن سلمان حسن معتوق اسم، قال لي مو موجود. قلت له ما يصير مو موجود وعنده محكمة اليوم، لا يقول لي مو موجود اسمه. اتصلت في المحامي في مكتب المحامي، قالت لي اللي في المكتب المحامي ان القضية انرفضت. قلها شلون القضية انرفضت، يعني احنا القاضي حكم تأجيل ليسوي، لا بعد ما طلعنا من المحكمة هو طلب
تأجيل وتقديم مرافعة كتابية قبل نهاية الجلسة، تكنسل الكلام كله من تأجيل وتقديم مرافعة إلى رفض الاستئناف كامل. بس يعني على أي أساس نرفض الاستئناف؟ ليش في البداية قال تأجيل وتقديم مرافعة كتابية؟ ده ما كان مقتنع أساسا من الحكم في البداية، شلون على أي أساس حكم أول شيء، وعلى أي أساس شسمه رفض أو لغى الحكم اللي أصدره في البداية؟ على أي أساس؟ الله أعلم. وأمس كان حفل تخرج ولد حسن، كم هو عمره 3 سنوات، خلص الروضة. زين أمس كان الحفل تخرج ماله، أمس بالحفل يقول له أمه، يقول لها ماما باكر بجي البابا. تقول له من قال لك إن باكر بجي البابا؟ يقول أنتي قلتين لي، لأن أنا صرت شاطر وتخرجت من المدرسة البابا بجي. زين فكنا انصدم من يعني من ردة فعله كلش، يعني حتى حين يعني وياي يعني جاي البيت أحس إني مو قادرة حتى أتحكى وياه، أحس يعني هو زين أخاف إنه هو يتضايق من أبوه. زين إن كل بين فترة وفترة قلنا أبوي وعدني إنه بيرجع وبعدين ما يرجع، في الليل ما ينام، يقعد متوتر، يصير أعصابي واجد. ف ما أدري يعني كل مرة نحط لي شغلة ثانية، كل يوم طلع لي سالفة ثانية، بس إن شاء الله خير، بس الحمد لله، ما نقول له الحمد لله.